بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وذلك كما أسلفنا أن هذا كان في يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف مع أصحابه، أنزل الله عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، أي أتممت لكم شرائعه وأوامره ونواهيه، فأصبح دينا كاملا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأتممت عليكم نعمتي. أتم الله النعمة بكمال هذا الدين وتمامه، وهذه أكبر نعمة على البشرية، أن الله أكمل لها دينها، فليست بحاجة بعد ذلك إلى دين آخر، شريعة أخرى، أو إلى نبي آخر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. تمت كلمة ربك، أي شريعته، صدقا في أقواله وعدلا في أحكامه سبحانه وتعالى. وأتممت عليكم نعمتي بهذا الدين العظيم، فهو نعمة من الله جل وعلا، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأتممت عليكم نعمتي، ثم قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيت لكم، فهذا دين رضيه الله لنفسه ورضيه لعباده، فهو الدين الكامل الذي رضيه الله لنا، فيجب أن نرضى نحن به ونفتخر به ونعمل به. والإسلام هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، وهذا هو دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. ولكن المراد بالإسلام في هذه الآية هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الدين الإسلامي الباقي إلى قيام الساعة، الذي يجب على جميع البشرية الدخول فيه، بل جميع الجن والإنس، ولا يسع أحدا الخروج عنه. فلا دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام، الذي هو دين هذا الرسول. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت،
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي الحديث: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار، لأن الله نسخ بهذا الدين الأديان السابقة، الأديان السماوية السابقة، لأنها انتهى وقتها. يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فالأمر لله سبحانه وتعالى، وهو قد أمر جميع البشرية أن تتبع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تؤمن به، فمن خالفه أو زعم أنه على دين صحيح بعد بعثة هذا الرسول فإنه كاذب وكافر، وهو خالد مخلد في النار، لأنه عاص لله ولرسوله، ولأنه ليس على دين، لأن الدين المنسوخ ينتهي أجله وينتقل إلى الدين الناسخ. هذا لمن يريد النجاة لنفسه، أما من أراد المعاندة والمعارضة فقد اختار لنفسه الهلاك والدمار، وهو وما اختار لنفسه. لكن لا يزعم أنه على دين حق، بل هو على دين باطل. ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله لم يرضى لنا إلا هذا الدين، وما سواه من الأديان بعد ظهور هذا الدين فإنه لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، أيا كان هذا الدين فإن الله لا يرضاه، لأن الله لا يرضى إلا هذا الدين، دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. هذا استثناء مما سبق من تحريم الميتة والدم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، أن الله سبحانه وتعالى رخص للمضطر الذي يخاف الهلاك إذا لم يجد طعاما أن يأكل من الميتة. فمن اضطر في مخمصة، يعني في جوع، مسه الجوع وليس عنده طعام ويخشى على نفسه الهلاك وليس عنده إلا الميتة، فإنه يأكل منها ما يبقي عليه حياته من باب الضرورة. فلا ضرورة، فلا حرام مع ضرورة. فمن اضطر في مخمصة، أي في جوع، غير متجانف لإثم، أي غير مريد للحرام، وإنما يريد إنقاذ نفسه فقط، وهو يعلم أنه حرام لا يستحله إلا للضرورة، لا يستحله إلا للضرورة. غير متجانف أي مائل، الجنف هو الميل، لإثم أي غير مريد لأكل الحرام، وإنما يريد دفع الضرورة فقط عن نفسه، غير متجانف لإثم. وقيل المراد بذلك إذا كان المضطر غير عاص لله سبحانه وتعالى، إذا وقع في ضرورة وهو مسافر سفر معصية فلا تباح له الرخصة، لأن الرخصة لا يستعان بها على ما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن ثم قال بعض العلماء إنه يشترط لأكل الميتة أن يكون السفر مباحا، كما أن قصر الصلاة وجمع الصلاتين إنما يكون لمن كان سفره مباحا، لأن الرخص لا يستعان بها على الحرام. ثم قال جل وعلا في ختام الآية:
فإن الله غفور رحيم، أي أباح لكم الأكل من الميتة عند الضرورة، لأن الله غفور يغفر لكم ما فعلتم بسبب الضرورة، رحيم بكم حيث رخص لكم أن تأكلوا من الميتة ما يبقي عليكم حياتكم، فهذا من رحمته سبحانه وتعالى أنه شرع الرخص عند الضرورات تيسيرا على العباد، كما قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، أن المشقة تجلب التيسير، وأن مع العسر يسرا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.